بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. دائما الأعمال الأفعال الرجال يكون فيها أوائل، ما دام هناك حدث يكون هناك أحد متلبس به. الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونبي الله موسى يقول كما قال الله جل وعلا: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فكلمة أول لها سياقها التاريخي، لها سياقها التاريخي. الباب مفتوح في هذا الباب في ظني. مثلا يقول أهل السير أهل الأخبار: أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وهو من بني زهرة من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن أول من سمي بعبد الملك في الإسلام عبد الملك بن مروان، أي أن اسم عبد الملك لم يكن شائعا قبله، يعني لم يعرف الناس التسمية باسم عبد الملك حتى جاء عبد الملك بن مروان سماه مروان. مروان ابن الحكم كانت عيناه زرقاوين، يعني كان أزرق العينين، وكان واليا على المدينة في حقبة من التاريخ. هذا استطراد في حقبة من المدينة في حقبة من التاريخ، يعني أجرى فيها عينا يسقى الناس منها، فسميت العين الزرقاء نسبة إلى عينيه، يعني أن الذي قام بها رجل أزرق العينين. نعم. إلى الآن تسقى المدينة من هذه العين. الله أكبر. وإلى الآن اسمها مصلحة العين الزرقاء. سبحان الله. إلى الآن اسمها موجودة. والماء فيها. والماء لا، والاسم مصلحة الاسم الرسمي العين. نعم. الزرقاء، يعني عندما حتى تقول هذا الماء من التحلية ولا من العين الزرقاء، يعني هكذا يقولون باللهجة الدارجة. من التحلية يعني من التي وضعتها الحكومة جزاها الله خير، قضية التحلية. والعين الزرقاء يعني الأصل القديم، الماء القديم، والآن الناس لا يستبدلون بها إلا ضرورة. وابنه هذا مروان جاءه رزق بابن أسماه عبد الملك، وهذا عبد الملك أول رجل في الإسلام يسمى باسم عبد الملك، وهو يعني المؤسس الثاني لدولة بني أمية، ويعني به استقر الحكم المرواني بدلا من الحكم السفياني. ويقولون إنه رأى نفسه يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فسأل أهل التأويل فأخبروه أن 4 من ولده يحكمون، وهذا ظن بيناه من قبل، فجعلوا المحراب دلالة على الإمامة، لأن المحراب عليه السلام الإمامة العظمى، وجعلوا البول لأنه من مخرج ما يكون منه ما جعلوه مخرج مع الرجل، فجعلوا. وقد وقع هذا، فقد ولي الخلافة من أبنائه الوليد وسليمان تتابعا، ثم فصلوا بينهما بعمر بن عبد العزيز، ثم تولى يزيد ثم هشام، أو هشام ثم يزيد لا أدري الآن. المهم أن يزيدا وهشاما والوليد وسليمان كلهم أبناء عبد الملك تولوا الخلافة بعده. قلنا عبد الملك السبب في الحديث أنه أول من سمي باسم عبد الملك بن مروان. أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس من ذرية عبد الله بن علي، وقد كان يعني هذا عبد الله بن علي بن عباس يعني يخبر الناس أن الحكم سيكون في أبنائه، ثم ولي أبو العباس السفاح، وقد كان غير مبال في الدماء على اسمه. والحق أن من ينظر الآن في الأمة يعرف أن الأمة مرت بعصور أشد ظلاما من الآن، إذا قارناها فقط بسفك. نعم. الدماء، إذا أخذنا مسألة سفك الدماء. نعم. ويقولون إن عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح قتل في دمشق وحدها 40,000 إنسان عندما دخلها ضحى، لأنها كانت حاضرة بني أمية، مثل هذا لا يفتخر الإنسان أن يقوله في تاريخنا. نعم. لكن يقوله للتعاظ، يقوله للاعتبار. فهذا أول من ولي الخلافة من بني العباس. يقولون إن أبو سلمة المخزومي أول من هاجر. نعم. إلى المدينة، أول من هاجر إلى المدينة، وفي رواية أن غيره أول من هاجر إلى المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم مر معنا هذا أول من يقرع باب الجنة، وهذه هي المناقب الحقة. فباب الأوائل حتى تاريخيا، حتى في العصر الحديث، حتى في يعني أول من كسر الكعبة يقولون إنه تبع
اليماني أول من كسى الكعبة، ثم صارت سننا في الناس. فإذا كان هذا الذي صنع الشيء الأول صنعه في خير، فكم ينسب له من الخير؟ الله. نعم. وعياذا بالله إذا كان سن شيئا في الشر قديما أو حديثا، ملكا أو أقل من ذلك، كان يعني وبالا عليه، لأن الناس لا يذكرونه إلا بشر، إلا بشر. لا يذكرونه إلا بشر. يقولون كذلك مثلا خالد بن عبد الله القصري أول من جمع الناس حول الكعبة، كان الناس يصلون فقط خلف مقام إبراهيم في الجهة التي فيها المقام. نعم. لكنه جمع الناس على جميع زوايا الكعبة، جهات الكعبة. هذا خالد بن عبد الله القصري. وهكذا كان المؤرخون يحرصون على تسجيل من فاز بسبق أو لم يفز بسبق في قضية الأوائل. نعم. وهذا يصنع لنفسه مجدا في الخير، وهذا ربما يصنع لنفسه مجدا لكن في الشر. نعم. وبعض الناس عياذا بالله هو يحب الصدارة ويقبل بها أيا كانت، المهم أن يذكر كما جاء بال عربي في ماء زمزم في يوم الحج حتى يذكر ولو باللعنات، المهم أن يذكر. نسأل الله العافية. اللهم